يا انت بتحلم بميسي؟ انت كمان عين عين بس انت صباح الفل يا أمه. صباح النور. يا عيال يلا يا عيال يلا يا بنت قوم يلا يا واد قوموا عشان تطفحوا يلا وانتوا وراكم حاجه غير الاكل قوم يا واد مالك متنح كده ليه قوم يلا يلا يا اخوي يلا كاكل هم انتوا وابوكوا انتوا وراكوا حاجه غير كده اوف الحمد لله كل يا واد الله كده ياما بتاكلوا من غيري ياما اعمل لك ايه ما انت بتتهب بتقعد بالساعه جوه بتهب ايه بتغسل كرشه ايه انت هو ده انت عمال تعمل في طريقه انت قد ايه على وشك هتحط عيش يا شوقي هتحط عيش لا لا الغباء ده يعني مفيش عيش كده يا اما اه مفيش على راي المثل اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي ولا يا ابني عليها منك ولا من اخواتك ولا من ابوك اللي من امبارح لحد دلوقتي ما رجعش ولا كان الكلب واكل له عجين يا اما موشح كل يوم زهقت منه وحفظته انا هنزل شغل دلوقتي من غير فطار ابقى اشتري لك يا اخويا شقتين فول وكلهم مع على ضيشه ما تعمليش بقى فيها فيلم يا اما وانت خليتيلي فلوس اجيب بيها البان يا اما يا اما انا مش لاقي اكل منك يا اما حرام عليكم هو انتوا جبتونا عشان تعذبونا يا ساتر يا رب حرام عليا حرمت عليك عيشتك طلع لابوك ده هي فيك وفي ابوك هتجيبوا عمي وعم عيالي وخال ولادي واختي لا يا باشا ازيك يا قطه ازيك يا برنس الاخبار عامل ايه كله تمام اخبارك ايه الحمد لله اخبار حاجه ايه حاجه زي الفل بس انت جرب برنس فين الحاجه ايه لو اي في ايه خمس دقايق ورد الفلوس والحاجه تكون عندك بعد خمس دقايق الله سوسو قلبي بيوجعني قوي مش لاقي بقى الدخيل المستشفى دخل عليك ياخد اجلك يا بعيد يا برشامجي يا حشاش يا المامة وانا كلمتي كلمك عزرائيل ان شاء الله تتعاكس بنت حسيت يالا انا اعلمك الادب معلش يا سوسو حقك عليا واد قليل الادب ومش متربي بس انا هربيه ده انا ربيه وربي اللي يربيه ماشي يا سوسو انت الواحد ربنا يتوب عليه حتى المامة نعم لا يا جدع مش قوي كده نهاره قرفة بالجنزبيل يا بوب المنطقة قول لي يالا انت جاي لوحدك الزبون في العربية على الناصية بقول لك ايه خد عد دول المبلغ كله ولا هتعمل عوق 3200 جندي من الاحلحين وبيضربوا لك احلى تعظيم سلام بص قول لي يالا الزبون ده وقعت عليه فين عيب عليك يا برنس الحظ لما بيأتي بيخلي الاعمى عجلاتي الواد ده بتاع الجامعه الامريكانيه اللي قلت لي عليه قبل كده هو ببقه بعينه بمراخينه بخلقته يا برنس عايزين نظبط الدنيا بقى وحياة ابوك ده احنا بقينا في عصر الافتتاح الاقتصادي اسمعني كويس اوعى الزبون ده يطير من ايديك فاهم عيب عليك يا برنجي طب يلا خد خلص نفسك بسرعه يلا ايه
ايه يا ابني اللي انت فيه ده؟ ماشي تنفت حواليك ليه؟ مش حال بتديل من على الناصية وانا شايفك بعناية. الحاجة معايا. ما انا عارف انها معايا. هات الحاجة. خد اهي. هي دي الحاجة؟ ما تخافش قوي كده. كده المصلحة معاك ها؟ نص. فيها طلعت. انت فعلا أول مرة تشيل فرش؟ عيب عليك يا لولو. عليا النعمة. أنا أجدع واحد في جمهورية مصر العربية دي يشيل فرش. مش باين يعني. شفت فيلم أحمد زكي بتاع الإمبراطور؟ شفت. العبد لله. طب خلي بالك بقى عشان ده اتقتل في آخر الفيلم. إيه؟ يا جدع أنت مش هو اللي اتقتل. ده التاني محمود حميدة. لا يا راجل. يا عم ده تلاقيه فيلم تاني. سلام يا طلعتي. سلام يا لولو. نورت الدنيا يا برنس. شرفت يا ملك. سوسو قلبي بيوجعني قوي، مش ناوي بقى تدخلي المستشفى. دخل عليك ياخد اجلك يا بعيد، يا برشامجي، يا حشاش، يا المانع. وانا كلمتي؟ كلمك عزرائيل ان شاء الله. بتعاكس بنت حكيت يالا، انا هعلمك الادب. معلش يا سوسو، حقك عليا. واد قليل الادب ومش متربي، بس انا هربيهولك. ده انا ربيه وربي اللي يربيه. ماشي يا سوسو. انت الواحد ربنا يتوب عليه، حتى المانع. نعم. لا يا جدع مش قوي كده. يا عم بتزق ليه يا عم؟ ما تستنى، ما تستنى انت كمان. يا عم مسجل على ايه؟ الله يبتليك بكمين يسحب رخصك يا بعيد. تعالي بقول لك. يا بنت هو كل اللي اتكلم معاك تتخانقي معاه؟ راحة فين؟ تعالى اوصلك. مشواري بعيد قوي. احسن برضه. هو ايه اللي احسن ده؟ عشان نعرف ناخد ندي مع بعض. يلا اركبي. يوه ما تطلع. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتتحولي ولا ايه؟ اموت انا في المشي البطال. معاك لبني عسل؟ معايا كل حاجه، بس انت تقول اه وتلاقيني تحت امرك. طب اه بس توصلني بعد كده للكبير اللي انا بشتغل فيه في شارع الهرم. شارع الهرم، شارع شبرا، انا جاي معاكي في اي شارع، انت بس تقول اه. انما انت ليه شغاله يعني في شارع الهرم؟ ما كده اسهل لك. اصل يا اخويا ما لقيتش وصل عشان اطلع مضيف الطيران، قلت اشتغل مضيفه برضه. لو روح والله بتمنى. هلو حبيب قلبي. مستني من زمان؟ بستناك العمر كله يا عمري. يا ابن اللعيب. لعيب؟ هو انت لعيب؟ ده انا اللعب كله. بس انا بقى احب اجيب جوان وعمري ما اطلع الكوره بره. عايشة ومرتاحة وفيها ناس مشهور، وانا ماشي بتمرجح فيها مرتاح. لفوق لفوق لفوق. نهار وقرفة بالجنزبيل يا بوب المنطقة. قول لي يالا، انت جاي لوحدك؟ الزبون في العربية على الناصية. بقول لك ايه؟ خد عد دول. المبلغ كله ولا هتعمل عوق؟ 3200 جندي ملحلحين وبيضربوا لك احلى تعظيم سلام. بص قول لي يالا، الزبون ده وقعت عليه فين؟ عيب عليك يا برنس، الحظ لما بيأتي بيخلي الاعمى عجلاتي. الواد ده بتاع الجامعه الامريكانيه اللي قلت لي عليه قبل كده، هو ببقه بعينه بمراخينه بخلقته. يا برنس عايزين نظبط الدنيا بقى، وحياه ابوك ده احنا بقينا في عصر الافتتاح الاقتصادي. اسمعني كويس، اوعى الزبون ده يطير من ايديك، فاهم؟ عيب عليك يا برنجي. طب يلا خد خلص نفسك بسرعه. يلا
لؤي يا حبيبي انت في وعيك؟ امال انا مجنون ولا ايه؟ اصل المحل ده انا عارفاه ده غالي قوي. وايه المشكلة؟ انت تختاري احلى حاجة في الدنيا واجيبها لك. طيب يا حبيبتي انا عايزك تشاوري على احلى واغلى حاجة هنا وملكيش دعوة بالفلوس خالص. بلاش الكلام اللي ده واخده، انا مستحملش كده. لا امسك نفسك، ده احنا لسه في اول اليوم، اهدى شوية. بقولك ايه، مدام اميرة جاية صاحبة المحل، بلاش كلام حب عشان صاحبة مامي. ها أهلا وسهلا. أهلا لؤي. ازيك يا مدام أميرة؟ نورتوا المحل. ميرسي. سوسو صاحبة أختي شروات اللي كلمتك عنها. أنشانتي مامازال. أهلا. إحنا لسه جايلنا أحلى خطوط الشتاء من ماري لوي وكوكو شانيل. كوكو مين يا أخوي؟ شانيل شانيل، ما تفضحناش بالأحمر اللي في بقك ده. بقولك إيه يا مدام أميرة، أنا عايزك تجيبي لها كل حاجة هي تشاور عليها، وعايزك تستغلي يعني كل ما كانت حاجه غاليه كل ما كان مظبوط الكلام. اوكي تحت امرك يا ماما، زال المحل كله ملكك، اتفضلي تعالي معايا. لؤي بموت فيك. سندك السودا يا طلعت، ده انا ماضي واصل امانة على نفسي. هقول له طول بقى ايه؟ يا لهوي. طب الفراخ كانت الحاجة؟ لا حاجة اتسرقت. يا لهوي. يما يما ايه في ايه مالك؟ ما لقيتيش يما كيسة سودا في عشة الفراخ فوق؟ كيسة سودا؟ لا. يا سنتك السودا يا طلعت. يا يا خرب بيتك يا طلعت. يا واد الكيسه السودا دي فيها ايه؟ ما تفهمني. فين البيت وفاء يا ام؟ فين وفاء؟ انا هوفي ايه؟ بقول لك ايه يا بنت، وانت بتاكلي الفراخ فوق ما شفتيش كيسه سودا تحت البلاطه؟ لا وربنا ما شفت حاجه. نار اسود عليا وعلى سنين السودا وعلى اللي هيحصل لك يا طلعت. افهم بقى، الكيسه السودا دي فيها ايه؟ فيها فلوس ومدكنها عليا ولا ايه؟ خرب بيتك يا طلعت، اتبهدلت يا طلعت. اتبهدلت ايه؟ يا واد طمني، وقعت قلبي وفي ايه؟ استني بس يا ام. الو يا لؤي، يا لؤي الحقني يا لؤي، انا في مصيبه. حلوه النهارده يا ام. تكتكني لو يحزك يا واد. بقول لك يا ام. نعم. انا عايز فلوس يا ام. ما كانش انا عذر يا ضنايا وبع جزر. لا يا ام ما ينفعش كده، انا عايز فلوس، عليا فلوس كتير ولازم ادفعها. منين؟ كان على عيني يا ابني، لو كان معايا والله كنت اديتك. لا يا ام ما ينفعش يا ام، شوفي حته الدبله عندك دهب او اي حاجه قديمه يا ام. الدبله اللي كانت حيلتي بعتها يوم ابوك ما اتضرب حته علقه هناك في القهوه وراح المستشفى. لا ما انا ما ينفعنيش الكلام ده ياما، لازم اقب واختص ويبقى في ايدي فلوس. ولا اجيب لك منين يا ضنايا؟ انا ما حلتش اللاضه، حتى الجلابيه بقى لها سنه على جتتي ما غيرتهاش. هبيع اي حاجه من الشقه. هبيع ايه؟ ده الحرامي لو دخل هيسيب لنا بدلها يا اخويا فلوس. هبيع انبوبه ياما، هبيع حصيره ياما، هبيع نفسي ياما. ولا اجيب لك منين؟ والله ما حلتي حاجه اهو اهو. يا ساتر يا رب عليك، ما بيصدقش ده ليه؟ انا عارف يا ام انت بتشيلي فلوسك فين. ولا قسما عظما لو مديت ايدك لا طهارة. اقول لك على حاجه يا ام، والله العظيم يا نسر الشمشم على وش. اسمع يا ام بس، ابعد يا واد من قدام. يا ام خد خد خدك العرب، يلا غور من قدام غور، مش عايز اشوف وشك هنا خالص. خدت الفلوس اللي كنت شايلها للعيال يوم الزنقه، منك لله يا شيخ منك لله. ارجعهم لك يا ام والله. ولا مش عايزه منك حاجه، يلا فضلوا. يما والله في رقبتي يما، هرجعهم لك. بقول لك قوم من قدام. قوم كتك البلا فيك وفي ابوك كمان. يوه
وبعدين بقى معاك، انت جايبني هنا عشان اقعد اكلم في نفسي ولا ايه؟ مالك يا سلوقي؟ مفيش يا سوسو، بليز سيبيني في اللي انا فيه. ايه اللي انت فيه؟ يا اخويا احكيلي. احكيلي يا خودة، فاتفضلي. انا تعبان يا سوسو، الظروف اتغيرت خالص. انا كنت في الاي سي، فجأة لقيت نفسي في كوليدج عادية. كل ده بسبب الفلوس، مبقاش في فلوس. يا اخويا ده انا ما كملتش تعليمي من اساسه، ده انا ابويا كان نفسه يشوفني دكتورة قد الدنيا. غيرش بس الظروف، هو ده يعني بس اللي مضايقك؟ هو ده يعني شوية، بيحصل ايه تاني اكتر من كده؟ طب يا لؤلؤ انا هحلها لك، ما تشيلش هم. تحللي ازاي؟ مالكش فيه، اللي انا هقوله لك تنفذه بالحرف الواحد. لا 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 يا سامح، انت شقي قوي، وبعدين معاك يا مسبتي. اه يا خاينه، كان عندي حق لما شكيت فيكي. يا مسبتي انا تخونيني مع عيل سيس زي ده؟ هو في ايه؟ انت مين؟ انت تخلص خالص. انزل يلا، انزل، وقف لي اهو. عايز تعرف انا مين؟ انا الزوج الاهبل، انا الزوج المخدوع، انا اللي وثقت فيكي وبعت كل حاجه عشان اتجوزك، في الاخر تبعيني يا خاينه. انا لازم اقتلك واشرب من دمك، بس قبل ما اقتلك لازم اقتلك انت الاول. لا ابوس ايدك، ما تقتلنيش، ابوس ايدك. اخلص، اقلع عيلك كل حاجه معاك. وانا واقف لك، بس ارجوك بلاش المسدس. يلا بلاش. اخلص. وريني جمال موبايلك يا روح ماما. امشي انا بقى. بتشوف يالا من غير النضاره دي؟ لا ارجوك بلاش النضاره. يلا عشان تمشي تحسس. مش هشوف. يلا بالشفه. اخلع. ايه يا اخويا، الزبون مشي، عجبتك اللعبه ولا ايه؟ وانا ايه اللي انا عملته ده؟ قلت عاوز فلوس، جبت لك فلوس. الله. طب يلا يلا يلا. يا حلاوتك يا بنتي يا سوسو، يا حلاوتك. معانا العربيه ومعانا الفلوس ومعانا بيرة كمان. العز حلو قوي. عز ايه يا بنتي؟ انت شفت عز في حياتك؟ الحاجات دي لو بعتها ما تجيبليش تمن قعده واحده من اللي بقعدها. طب امسك ايدك شويه. امسك ايدي؟ هلا ايدي بلا رجلي. هسهرك سهرة النهاردة ملهاش حل. الو، اه طلعتي. بقولك ايه، عايزك تجيب لي نص فرش حشيش. لا 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 لا، بقولك ايه، اخلص دلوقتي دلوقتي حالا. يلا مع السلامة. طلعت ده انا ماضي واصل امانه على نفسي. هقول له طول بقى ايه؟ يا لهوي. طب الفراخ كانت الحاجه؟ لا، حاجه اتسرقت. يا لهوي. فين الازاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ ايه؟ فين الازاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ لا ما تقلقش، اصبر على رزقك. هما جايين دلوقتي. جايين؟ أول مرة أشوف الزبون يجي قبل البضاعة يا عم لؤي. هما شغالين هنا؟ هي شغالة هنا أه، بس ما أعرفش اتأخرت ليه. بت إيه؟ اتأخرت؟ هي السيارة هتبقى على واحدة بس؟ يا سيدي استنى. أديني مستني.
مات. سوسو وزوزو اتأخروا ليه؟ مستر مفتوح مستعجلهم بنفسه. طيب ماشي. اتأخرت ليه يا زفت انت وهي؟ ما لقيناش ميكروباصات. ميكروباص يا بيئة انضافي بقى. اجري نجرب الشكلوات بتاعك ماله. شوفي 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 شغلي. ايه معامل شيك؟ حبيب شعلان. شعلان صاحبي وصديق واخويا. مصر طول عمرها ولا عندك زوزو؟ دي سوسو تبع انا. مش قلنا سوسو من زوزو ما تفرقش يا ابني. وانت مزاجك عامل ايه يا زوزو؟ مفيش احلى من كده. وانت بقى يا قطه بتشتغلي ايه؟ مهندس. اموت انا في الهندسه. مال متضايق شويه. بقولك ايه، ما تيجي نغير المكان ده؟ تيجي نروح الفيلا عند شعلان؟ يلا. بقول لكم ايه شعلان، تعالوا نروح. ايه ده زينه؟ ايه اللي جابك هنا يا زينه؟ تعالى يا طلعه، تعالى مستنياك. مالك يا زينه، في ايه؟ طالبه باعت لك رجالته عشان يقفشوه. ايه يا نهار اسود يا سندك السودا يا طلعت! اهرب من هنا دغري وما تبانش الليله دي خالص. ما تقلقيش يا زينه، همشي والله همشي. اتصرف يا طلعت وهدي الفلوس باي طريقه، لحسن ده ناوي يحبسك بوصل الامانه اللي معايا ويعلقك انت وعيلتك كله. يا لهوي يا وقعتك السودا يا طلعت. يا رب. طب اعمل ايه يا زينه؟ يلا يا طلعت اعمل ايه يا رب؟ شوفنا يلا. طيب انا هتصرف يا زينه، انا هتصرف. امشي انت دلوقتي. اقف يا أوفيا. ايه ده؟ كده كده يا عم حلبي يا حلب. انت عايز تقلب مني يا في ايه يا شفيق؟ وانا جاي لك متكتف ده، انا جاي من اجلي يا جدع. ده انت هتاكل ضهر يا عم. روح عيطك وحاسس امك وكمان بتضرب في امي كده يا شفيق. بتضربني يا شفيق، ربك مع الغلابه وهذا الله لا تندم. مالك كده يا فاتح صدرك وعامل لي فيها شجاع السيما؟ جبت الفلوس يا مالكش دعوه يا خفيف، كلمني مع معلمك يا تغف. طب تعالى معايا بقى عند معلمك. طب اوعى يا عم ايدك. طيب اوعى ايدك. هات يا شفيق وتعالى. عم خش هتفنح لسه. ما قلت لك ما تزقش يا جدع انت، وعهد الله لا تندم. بس يا كنت فين الفتره اللي فاتت دي كلها؟ كنت بجيب فلوس البضاعه اهي وعليهم 200 جنيه زياده. ليه ان شاء الله؟ انت هتغشش عليا ولا ايه؟ لا ازاي، بس شويه شطاره مني. زبون متريش كده زودت عليه السعر، وعشان ضميري هابب ونيتي الصافيه قامت قلت اجيبهم لك. غلطتش انا؟ عداك العيب يا طب. تسلم يا ذوق. طب وال المصلحه الجديده ايه؟ ابوس ايدك يا كبير، انا نفسي نرجع نشتغل تاني والعجله تدور واكل عيش. ولا شفيق اديله ايه تاني يا طلبه؟ هتديله بضاعه تاني يا طلبه؟ ما تحط لسانك جوه بقك يا بقف، انا عارف انا بعمل ايه. بيقول لك يا بقف. شلت لك هتندم. هتفضل على الحال ده كتير؟ انا تعبان يا سوسو، تعبان بجد. حتى الواد ده انا باجي هنا على فكره على قفاه، هو اللي بيحاسب. هيسافر بكره، ممكن ما اقدرش اجي هنا تاني. طب وايه يعني؟ هو احنا كنا اتعرفنا على بعض هنا يا حبيبي؟ انت تقابلني في ايها حته انت عاوزها. خلاص يا سوسو جيم اوفر. حتى ده كمان ما بقاش ينفع. اي مكان هنخرج فيه مع بعض محتاج فلوس، وانا بقاش معايا فلوس. انا حتى تمن التاكسي اللي هاخده عشان اروح الجامعه ما معيش تمن. اركب مترو، اركب ميكروباص، الدنيا ما تهدتش يعني، اعمل زي ما خليق ربنا. ميكروباص؟ انا اركب ميكروباص؟ يا بنتي ده انا عندي 23 سنه عمري في حياتي ما ركبت اللي اسمه الميكروباص ده. انا مش عارف الناس تركب الصندوق ده ازاي بتقعد جواه يعني. عايزين اخش جواهم واتزاحم معاهم.
واشم ريحه عرقهم والقرف اللي هم فيها. استنى كده لما افتكر، اصل انا عندي 21 سنه وطول عمري ما بركبش غير الميكروباص، وسط الزحمه والقرف والعرق يوه، بس ما باخدش بالي. انا لازم اشوف حل اللي انا فيه ده. هتعمل ايه يعني؟ مش عارف، بس لازم اشوف حل. انا ما بقتش فاهمه منك حاجه. انا حبيبتي قمر ولازم، بس لسه نسنيزه. عادي بقى، خد. يوه، وبعدين بقى معاك، انت جايبني هنا عشان اقعد اكلم في نفسي ولا ايه؟ مالك يا سلوقي؟ مفيش يا سوسو، بليز سيبيني في اللي انا فيه. ايه اللي انت فيه؟ يا اخويا احكيلي احكيلي يا خولة، فاتفضلي. انا تعبان يا سوسو، الظروف اتغيرت خالص. انا كنت في الاي سي، فجأة لقيت نفسي في كوليدج عادية. كل ده بسبب الفلوس، مبقاش في فلوس. يا اخويا ده انا ما كملتش تعليمي من اساسه، ده انا ابويا كان نفسه يشوفني دكتوره قد الدنيا. غيرش بس الظروف. هو ده يعني بس اللي مضايقك؟ هو ده يعني شويه. بيحصل ايه تاني اكتر من كده؟ طب يا لؤلؤ انا هحلها لك، ما تشيلش هم. تحللي ازاي؟ مالكش فيه، اللي انا هقوله لك تنفذه بالحرف الواحد. لا 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 يا سامح، انت شقي قوي، وبعدين معاك يا مسيبتي. اه يا خينة، كان عندي حق لما شكيت فيكي. انا تخونيني مع عيل سيس زي ده؟ هو في ايه؟ انت مين؟ انت تخلص خالص. انزل يلا، انزل، وقف لينا اهو. عايز تعرف انا مين؟ انا الزوج الاهبل، انا الزوج المخدوع، انا اللي وثقت فيكي وبعت كل حاجه عشان اتجوزك، في الاخر تبعيني يا خاينه. انا لازم اقتلك واشرب من دمك، بس قبل ما اقتلك لازم اقتلك انت الاول. لا ابوس ايدك، ما تقتلنيش، ابوس ايدك. اخلص، اقلع عيلك كل حاجه معاك. وانا موافق، بس ارجوك بلاش مسدس. يلا بلاش. اخلص. وريني جمال موبايلك يا روح ماما. امشي انا بقى. بتشوف يالا من غير النضاره دي؟ لا ارجوك بلاش النضاره. يلا عشان تمشي تحسس. مش هشوف. يلا بالشفه. اخلع. ايه يا اخويا، الزبون مشي، عجبتك اللعبه ولا ايه؟ وانا ايه اللي انا عملته ده؟ قلت عاوز فلوس، جبت لك فلوس. الله. طب يلا يلا يلا. يا بنتي يا سوسو، يا حلاوتك، معانا العربيه ومعانا الفلوس ومعانا بيها كمان. العز حلو قوي. عز ايه يا بنتي؟ انت شفت عز في حياتك؟ الحاجات دي لو بعتها ما تجيبليش تمن قعده واحده من اللي بقعدها. طب امسك ايدك شويه. امسك ايدي؟ هلا ايدي بلا رجلي، هسهرك سهره النهارده ملهاش حل. الو، يا طلعتي، بقول لك ايه، عايزك تجيب لي نص فرشه حشيش. لا 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 لا، بقول لك ايه، اخلص دلوقتي دلوقتي حالا. يلا مع السلامه. انت فينك؟ بتصل بيكي بقالي ساعه. في ايه يا لؤي؟ بتتصل بيا خمس مرات في وقت واحد. ايه روشتني؟ روشتك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده بدل ما تقولي لي سوري على انتقطت عليك ساعه. سوري؟ سوري على ايه؟ اتاخرت فيها ايه؟ ايه المشكله يعني؟ ايه الوش اللي انت مديهوني ده؟ مالك فيها سوسو؟ مفيش. لا في طبعا، بس اهدي اهدي اهدي. قلت لك مفيش يا لؤي. طب اهدي بس شويه، تشربي الاول. لا يا اخويا مش عاوز اشرب حاجه، انا ولا عايز اشرب ولا عايز اكل، انا شويه وماشيه. مالك يا سوسو؟ مالك بقيتي ويرد قوي ليه كده؟
بص بقى يا ابن الناس، سيبك من حكاية حبي وحبك، ما تاكلش معايا. هو ايه اللي ياكل وايه اللي يشرب وايه اللي انت بتقوليه ده؟ زي ما سمعتني دلوقتي، انا مش بتاعة حب. انا لو سبت نفسي للحب هقعد في البيت، مش هلاقي العيش الحاف لا انا ولا اخواتي. ايوه يا سوسو، بس انا بحبك. فكك بقى من الحوارات دي يا ابن الزواج. سلام، اصل هتاخر. متر، ميرسي قوي يا فؤاد. انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. كل الناس في محنتي سابتني، مفيش غير انت فضلت واقف جنبي وما سبتنيش. وهفضل طول عمري جنبك في اي حاجه تحتاجيني فيها يا بنتي. كفايه كده. هاي حبيبي. هاي لؤي، حرام عليك. عليك ايه كده؟ ممكن اخوكي جه اهو. ممكن ما تخافش. وطتي الكميله في اساس فؤاد. لا في بجد حقيقي والله. يعني هو انا كل مخرج واجي الاقي قاعد القعده دي؟ عيب يا ولد عيب. معلش يا فريده سيبيه، ده برضه زي ابني. انا مش ابنك وانت مش ابويا. ثم انا ما اعرفش ايه اللي بيجيبك هنا اصلا. ليه بس كده يا لؤي؟ ليه؟ ده انا بحبك يا سيدي. وانا ما بحبكش. يا قليل الادب يا عديم الربايه، هتفضل طول عمرك مستهتر كده؟ معلش يا فريده، معلش. اهدي. ده لولا وقفت اونكل فؤاد جنبنا كنا اتفضحنا. اهي وقفت اونكل فؤاد جنبنا دي وقعدت له قعده السودا اللي انا كل ما اجي الاقيها قاعدها لي دي، هي اللي هتفضحنا. انا ماشي في 60 داهيه. ايه دي؟ انا هعصب لؤي دي. لؤي استنى. لؤي عايز ايه؟ اسمع لؤي، انا عايز اتكلم معاك كلمتين مان تو مان. عايز اعمل معاك ديل. اولا يا ريت تتعامل مع والدتك بطريقه احسن من كده. طب سيب ايدي. ثانيا يا ريت تتعامل معايا انا كمان بطريقه الطف من كده. بقول لك سيب ايدي. واضح انك اتدلعت قوي. ابوك دلعك على الاخر، بس انت خلاص كبرت ودلعك بقى ماسخ ومرق. اسمع، لو ما تعاملتش مع والدتك بطريقه الطف من كده انا هخلي شكلك مش لطيف قدام والدتك وقدام اختك. لاخر مرة بقول لك سيب ايدي. شوف يا استاذ فؤاد، انت مالكش كلام عليا، انت مالكش كلام معايا اصلا، ومفيش ديل ممكن يحصل ما بيني وما بينك في يوم من الايام. اما بالنسبة لابويا فسيرته ما تجيش. مش تنزل تفتح لي الباب ياض؟ ماشي ماشي. صباح الفل يا طولبك. صباح الفل يا طلعت. ولا تحب اقول لك يا طلعت باشا؟ مش طموحي والله يا برنس، وبعدين انت عارف الحاجات دي اتلغت بقالها فترة. محدش قال لي يعني. قول لي، جاي عايز بضاعة ولا خلاص استكفيت؟ استكفيت؟ النبي ما تفسرش في وش. عايز بضاعة. ويمكن تكون عايز شقة جديدة ولا حاجة عشان تليق على الطقم اللي انت لابسه الأبيض في بيتي ده. قريب إن شاء الله، بس أنت اصطبر عليا شوية. ماشي. أنا معاك للآخر، قول لي أنت عايز إيه؟ أقول لك. انا عايز الكميات اللي انا باخدها منك العبيطه دي انساها بقى، وتخدمني بقى يا برنس، وانا وراس امي ما انساها لك طول عمري. اه بس الحكايه دي ليها نظام تاني يا خفيف. اللي هو لازم تدفع لي تمن نص البضاعه فوري والنص التاني بعد ما توزع. ماشي. تؤمر يا برنس. دول 1500 جنيه عايز بيهم فرش، وانا اول ما اقطع وبيع اجيب لك بقيه الفلوس. ماشي يا طلع. ولا اقول لك يا معلم طلعت. ازيك؟ احسن منك يا اخويا. ما كل الناس احسن مني. ايه الجديد يا عم؟ مالك فيه؟ مفيش. على العموم انا صرفت لك فلوس العمليه بتاعت باباك. بتهزر؟ وانا ايه اللي يخليني اهزر؟ فلوس معايا هي بجيبي. لا ما تطلعهمش، ما تطلعهمش هنا. ليه يعني؟ بعدين هقول لك. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ وبعدين انا طلب كبيره يا اخويا. اشربهم في العربيه. انا معيش عربيه. طب يلا بينا. يلا انجز بقى، لما اطلع هبقى اخدهم منك بره. ربنا يخليك ليا يا رب،
ما يحرمنيش منك يا احلى حب في حياتي. حب؟ حب النوم. فاهمة ولا لا؟ انا اللي بيني وبينك دلوقتي ان احنا بنقضي وقت لطيف مع بعض وخلاص. فاهمة؟ طب يلا يلا. قلبي لقلبك ايه الحلاوه دي والطرب ده يا عيشه مراضيه اختي ليلى مراد؟ ابعد عني يا واد انت ولسانك ما يجيش على لساني ابدا. سامع ولا لا؟ يا وليه انا جاي اصالحك اهو. يو ما تبعد عني، مش كفايه اللي عملته فيا يا عيشه؟ اعمل ايه بس؟ يو اعمل ايه غيرك يا عسل؟ بقول لك ايه، فلوس يا حبيبي ومعيش فلوس، خلاص شطبت. الحاج ده بيتحد في كتاكيت. شوف الواد وقله ادبه. يا وليه انا جاي لك في مصلحه ليكي. يا لهوي الكوبون عالي. يا لهوي يما، ايه ده كله يا واد؟ خد يما. اخد ايه؟ امسكي. بجد دول ليا انا؟ هاتي لك حلقه كده يما، روقي نفسك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. اقول لك على حاجه بس. مش خساره فيكي بجد. طب اللي انت تستاهلي عايشه. هات يا واد. خد يما، هاتي لك غوشه كده ولا خاتم، دلع نفسك يما. بس دول ما بيكفوش، هات حبه كمان، حب عشان اجيب كده غويشه وخاتم وحلق كده. وقول ابني ابني حبيبي جابهم لي. ده انا عارف يا اختي. ليش ابني؟ ما تقوليش ابني، مش مهم. الهي ربنا يخليك ليا ولا يحرمني منك ابدا. قادر يا كريم. حبيبتي يا اخواتك كده مالهمش حاجه. الله اخواتك. وانا انسى اخواتي يما. ما انا عارفه. وانا ليا اللي هما. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليكوا ليا يما. بصي تجيبي بدول هدوم للعيال. حاضر. وجزم ياما. حاضر. روقيهم كده، خلي العيال تنضف. هروقهم. يا سلام كل دي فلوس يا اخواتي. يا لهوي عمري ما شفتهم قبل كده، حطهم هنا احسن. ايوه كده. قولي يا طلحت اللي انت اخويا جبت الفلوس دي منين؟ ايه؟ لا ياما، لا تساليني الفلوس دي جت منين ولا جت ازاي. انا من اصله ما اعرفكش. حبيبتي يا مش مهم ان انت جبتهم لي، مش عايزه منك غير كده وخلاص. حبيبتي يا ربنا يخليك يا حبيبي. ما تجيب بصه يا واد. على راسي يا امي. يا اختي عسل يا اخواتي عسل. هعمل لك النهارده بقى صينيه بطاطس، انما ايه تستاهل بقى. حبيبتي يا امي. ماشي يا امي. ماشي. راضيه عني؟ راضيه يا حبيبي. حبيبتي يا امي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا امي تعالى. انا سامعكم وانا جوه بتتكلموا في حاجات كده ما بتجيش في البيت ده الا قليل قوي. بس انا شايف ريحتها فلوس. ها فلوس. ها تخافش يابا، شايل لك حقك يابا. امسك يابا. ربنا يعمر بيتك يا ابني. بس بقول لك ايه، دول مش ليك، مش تبعزقهم كده وكده. دول تعربن بيهم على شقه بعيد عن المنطقه اللي احنا فيها دي. واقول لك على حاجة، اوعى قلاضيشك يعرفوا احنا ساكنين فين العنوان الجديد، عشان محدش يجيلك. ها؟ محدش يجيلك. ماشي، بس هما دول هيكفوا يابا بقى. يابا الشغل القديم ده معلش معلش قديم قوي. معلش اهو ابوك برضو. امسك، ولو احتجت تاني يابا هديلك، بس روق نفسك كده. ماشي. صحيح، انت عايز اقول لك على حاجه. امسك. ايه ده؟ سيبك بقى من الشغل. صباح الخير. عامل ايه؟ اتفضل يا معلم. اقعد. شاي بوسطه وشيشه عينه بقى. بقول لكم يا شباب، الكيف عامل ايه معاكم؟ تمام قوي يا بوب، بس البروبلم في الكاشات. طب واللي يظبط لكم الكشافات دي ويجيب لكم احلى كيف؟ يبقى كبرنا وعمنا ونشيله على كتافنا. صح كده. بقول لكم يا شباب، هو القلب حديد. حديد 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 حديد. تفوتوا في الزلط. نفوت في الحديد. ماشي، انا عايزكم تشتغلوا معايا. نشتغل معاك؟ نشتغل معاك فيها طلعت. عايزكم تبقوا رجال تسمع مني. بصوا، هتنزلوا لي على الجامعه، انا هجيب بضاعه 100 100 وبزياده، بس انتوا هتوزعوا لحبايبكم، ومش بس حبايبكم، حبايب حبوب حبايبكم. بصوا اسمعوا الكلام مني كويس، هتنزلوا على الشباب تشوفوا مين اللي معاه فلوس وتلزقوا له، واللي ما معهوش تجيبوه معانا لحد ما يبقى معاه، اللي ما بيشربش تشربوه وتهتموا بيه وتحبوه، واللي بيشرب
خير وبركه. بس برضه ادعموه. اهم حاجه يا جدعان عايزين نبقى احتال، عايزين نبقى كبار قوي في الصنف ده. عايزين ننتشر ونتوغل وننتشر ونتوغل ونتكيف احنا كمان يا معلم. احنا من ايدك دي لايدك دي. سلام، ده انت جات لنا هديه من السما. ده احنا كانت ظروفنا وحشه قوي. لا خلاص انسى موضوع الظروف ده، كان زمان ولا دلوقتي. ما تقلقوش، مش قلبكوا حديد؟ حديد. قلبكوا حديد ولا ايه؟ حديده طلعت. تفوتوا في الزلط؟ نفوت في الزلط. ما تخافوش من الضبابير. ما بنخافش. ولا ولا انت من هنا يا كابتن؟ باشا انا طالب جامعي، واحنا كنا قاعدين بنذاكر انا واصحابي وكده، وعندنا امتحانات والله العظيم يا باشا. انا بسال على ميمس بتاع كرداسه، بيقولوا بيقعد على القهوه هنا. ميمس؟ يا باشا بس دوت بتاع برشام، انت تعرفه؟ هو في حد ما يعرفش ميمس يا باشا؟ ده ميمس ده اشهر من اليسا. مين اليسا دي يا باشا؟ ما تعرفش اليسا؟ ده اشهر من ميمس بكتير. الاقيهم فين دلوقتي الاثنين؟ بص يا باشا، قول. ميمس مش لوحده. مين معاه؟ دي عصابه كبيره قوي. ميمس، ايوه، اليسا زي ما قلت لك، هيفه كمان معاهم، وعمرو دياب. في ناس قالت لي ان تامر حسني معاهم. اجري يا باشا، هاتهم. روح يا باشا، انا ما قلتلكش حاجه، انا ما قلتلكش حاجه. ها اقعد ليه هنا؟ في ايه يا سيدي؟ في ايه يابا؟ يلا يا ابن النصابه، يا ابن النصابه. ولا مكتوب على وشي هفا؟ يلا مكتوب على وشي هفا. لا تسرق بضاعه العمر، تسرق بضاعه العمر، بتاع وش العمر يا ده، كل اللي وراه واللي قدام يا. بص يا، وعهد الله تقب وتغطس، يا تجيب الفلوس يا تجيب البضاعه، يا اما اقسم بالله العظيم رقبتك. انت مش عايز تصدقني ليه يا طلعت؟ في ايه يا عم؟ حد كان قاطرني يا سيدي، ويظهر انهم كانوا مبلغين عني. اول ما طلعت على ناصية الشارع لقيت ثلاثة طلعوا عليا، كنت فاكرهم ناس عاديين، طلعوا مخبرين، والظابط كان واقف الناحية التانية. رميت البضاعة وجريت. ده فيها تأبيدة يا زميلي، يعني اضحي بحياتي عشان كام كيس حشيش؟ كام كيس حشيش؟ كام كيس حشيش يا غبي؟ تشعمي ده كل ما عملوك يا حيوان. بص يا، وعهد الله يا اما تجيب حاجة يا اما تجيب الفلوس. في ايه يا عم؟ في ايه يا سيدي؟ في ايه يابا؟ هو انا هقف قدام البوليس كمان؟ تعالى اوديك للظابط اللي خد مني الحشيش. في حاجة يا حسونة؟ ماشي، وعهد الله لوريك. ايه ده؟ وعهد الله لو طبعت لي منهم 18 نسخة لوريك برضه يا حسونة الكلب. كفاية، انا النهارده هعمل كل اللي انا عايزه. طب يا اخويا اهدى انت بس شويه على نفسك كده. مش اهدى. بقولك يا سوسو، قوم ارقصي. انت بتقول ايه؟ بقولك قوم ارقصي، قوم ارقصي على البست ده، وهلقطك هلقطك قدام الناس دي كلها يا سوسو. هرقص يا دقي. حاضر، بس انت كفايه شرب عشان خاطر. بقولك مفيش كفايه. مات مات. انا ما سكتش. فين الشرب؟ فين البيئه؟ انا عايز بيئه مشبره املالي الترابيزه دي كلها. وانتي احلى نقطه هتنزل عليك. ابوس ايديك، ما ترمهمش هنا، هياخدوهم مني. استنى لما نروح البيت ولا اتشقلب لك حتى في البيت على دماغي. اوعي ايدك، انا لازم اقطعك باحلى فلوس. ادي الفلوس، ادي الفلوس. مش هي دي؟ مش هي دي اللي حزنها كل الناس؟ ايه؟ خلاص مبقاش معايا فلوس، مبقاش معايا اي حاجة. ايه؟ مشغول كده ليه؟ مفيش. طب انا عاملة لك مفاجأة. سيبيني يا سوسو لو سمحتي، انا عايز اقعد مع نفسي شويه. دول 2000 جنيه كنت شايلهم لوقت الزنقه، خدهم ظبط نفسك بيهم. ده ايه الجدعانه دي؟ ما انا طول عمري جدع، انت بس اللي مش واخد بالك. لا واخد بالي يا سوسو.
انا اخدهم منك على اعتبار ان هم سرف واردهم لك في اقرب وقت. مفيش اي اخبار عن الفلوس بتاعتكم؟ ده انا سامعه ان الجلسه قربت. مبقاش عندي امل اسوس ان ابويا يرجع تاني. انا مش فاهم ليه الاعلام بيهاجمه قوي كده، بيتعامل معاه على انه مجرم، محسسني انه لو خد الناس من ايديهم وراح يغرقهم في البحر بنفسه. طب المحامي يعني مش مظبط نفسه؟ محامي؟ محامي اتجوز امي. هو ده بقى اللي شغلك. مش بالظبط يا سوس، انا في دماغي مشروع لو ظبط هيفرق معانا كتير قوي. مشروع ايه؟ ما تدخلني معاك. لا مالكيش انت دعوه بالمواضيع دي. ادخلي يا واطيه. بالراحه. ايه لو مديت ايديك؟ ادخلي قدام، مش عايز اسمع منك ولا كلمه. ايه مالك؟ هو انت غريب عني؟ اول مره تعرفني يعني؟ البنت زوزو كلمتني قالت لي عدي عليها، عاوزاني في حاجه ضروري. ما انت ما بتردش على موبايلك الا بمزاجك. انت عمرك ما هتنضفي، هتفضلي طول عمرك كده شمال. هو انا مش خليتك تبطلي شغلانتك دي وتكفلت بمصاريفك؟ عايزه مني ايه تاني؟ مصاريفي اه، انما مصاريف امي واخواتي انا اللي متكفله بيهم. يا بت يا بت، ده انت مراتي. عارفه يعني ايه مراتي؟ ولا انت نسيتي يا هانم؟ مراتك؟ اسم الله، عشان كتبت لك حته ورقه عرفي. لو عاوزني بجد خدني المأذون دلوقتي. مأذون؟ مأذون يا الماما يا واطية رخيصة بتاعت الكباريهات. انت ما تستاهليش، انت حتة بنت تافهة ما تستاهليش اللي انا عايز اعمله معاكي. انت عاوز مني ايه؟ ما تسيبني في حالي يا اخي، سيبني في حالي. انت فاكرني حتة بنت عيلة صغيرة هتضحك عليها بكلمتين ولا بقرشين؟ لا، ده انا طلع عين امي وانت نايم على ريش نعام. خسارة خسارة يا سوسو، كنت عايز اعمل منك بني ادمه، كنت عايز انضفك، كنت عايز اخرجك من الفقر اللي انت عايشه فيه ده. تعرف ايه انت عن الفقر اصلا؟ تعرف ايه بتاع بابي ومامي؟ تعرف ايه؟ ده انا بنزل كل يوم وشايله كفني على ايدي. تعرف ايه عن البهدله والذل؟ انت ما تعرفش حاجه، انت فاهم؟ ما تعرفش حاجه. خلاص يا سوسو. بيلعب يا سوسو، لعيب حريف قوي. العب العب العب. الو الو، دي مين دي بقى اللي بترن عليك؟ لا 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 لا، بس ده رقم غريب. طب اديني رد. لا يا حبيبتي تردي ايه، ده بيبقى اهلي بيكلموني ساعات من ارقام غريبه عشان ارد عليهم، بس انا بحلق. بحسب. تحسب ايه يا جميل؟ انت بتغير عليا ولا ايه؟ الزهر كده حبيب قلبي. بقولك ايه يا سوسو، ما تيجي تباتي معايا النهارده؟ مش هينفع، لازم اخد الفلوس اللي انا خدتها منك اوديها للواد اخويا عشان يدفع مصاريف المدرسه ويجيب له كام بنطلون بدل اللي قرح على جدته. قرح؟ احيانا بتعجبني مخارج. يا مرحب بالرجاله، يا مرحب. ازيك يا معلم حشاف؟ كيفك يا معلم طلبة؟ الحمد لله. المطلوب موجود؟ موجود يا واد عمي. فلوسك جاهزة؟ طب معلش نتأكد الأول. حقك، البضاعة تحت رجليك اهي. شايفين؟ أصل طول عمر شغلك تمام يا معلم حشاف. إيه الأخبار؟ اخلص. أمانة طالبة. سالم الشنطة يا سالم. فلوسك يا معلم حشاد، عدها براحتك. عد مين يا واد عمي؟ عد وراك ولا ايه؟ خوني لا مؤاخذة يعني مخونك. خد هات. يلا شفيق شيل البضاعة. على وين يا طلبة؟ اقف مكانك وما تتحركش وما تزعلنيش منك، لحسن انا لما بزعل بزعل. الله 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 الله، ده اتعمل عليها تمثيليه يا معلم حشاد. بتعمل معانا الدنيئه؟ اعملها مع امي. انا كبرت وكبرت في السن وطول عمري ولد ليل، وده ماتش اعتزالي. وماتش اعتزالك يجي على قفانا. ماشي يا معلم حشاد، هنتقابل هنتقابل. هنروح فين من بعض؟ سامحني يا واد عمي،
رجالة كتفوهم وخدوا منهم المخدرات اللي حطوها في العربية. اثبت مكانك يا معلم، اقف مكانك. مش عارف عليك يا معلم، في السن ده والشيطان يوزك تنتحر. وانا وعبد الله صاحي من النوم ايدي بتاكلني احلى ضرب النار. كل مكانه مكانك. قول يا معلم، قول لهم اثبتوا ينزلوا سلاحهم يا معلم. وعهد الله هتحرق لكم راس المعلم على الارض. مكانك يا ابني تهوه. نزل الزفت ده، مش عايزين دم. خد منه سلاح يا شفيق. كده بتعمل معانا الدنيئه حشاد؟ ده انا هوريك الليل في عز الضوء. سامحني يا طلبه يا عمي. هات الحبل يلا. سامحني يا طلبه يا واد عمي، كانت وز الشيطان والشيطان شاطر. بقول لك ايه، ايه رايك لو اصطلح ويا ضربه دخلك شر. الشر دخل خلاص. يلا يا طالع، يلا انا عايزك تكتفوا لي تكتيفه حلو يا جماعه. يلا يلا يا شفيق يا جماعه. بس يا معلم حشاد يا جماعه. الهمه يا حبيبي الهمه. خلاص خد يا ابني البضاعه يلا على العربيه. على العربيه نصها يا جماعه. نص على العربيه نصها. يا طالع ده احنا في بينا عيش وملح. يا طالع يلا يا مش هنروح نص بقى ولا ايه؟ هو كده لا يدوسونا يا سالم. اكيد لو اي حد مشي يضربه بالنار. اركب يا يلا بسرعه. هات النص نقل وتعالى ورانا يا سالم. ماشي يا طلبه. راجل يا طلعت، طلعت معلم كبير واحنا مش واخدين بالنا يا عم. تلميذك يا معلمي. تلميذي يا عم، ده انت بقيت استاذ. مش عارف انت بس يا طلبه مقفر على طول كده ليه؟ ما اي حد مكانه كان عمل كده يا عم. ما تلم لسانك في بقك يا شفيق وتسكت، انت مالك ومال الكلام اللي بنتكلم فيه؟ بايخ. احنا بنتكلم عن الرجوله. بس ما قلتليش يا طلعت. انت عرفت ازاي ان احنا هنسلم الليله دي؟ دي المفاجأة اللي أنا محضرها لك يا كبير. مفاجأة؟ مفاجأة إيه دي إن شاء الله؟ الباشا كلمني. الباشا الكبير كلمك أنت؟ آه كلمني، وكنت عندي أنا وزينة وقعدنا تلت ساعات. وقال لك إيه الباشا؟ ما تقول بقى يا عم وتخلص لي المطلوب مني إيه؟ هنشون البضاعة في المخزن المعلوم ونستنى تعليماته. الفلوس دي عديناها قبل كده، انا عديتها بنفسي ولا ايه؟ مخوناني؟ عيب عليك يا طلبه ما تقولش كده. طبعا مخوناني يا جدعان. بطلوا هزار بقى يا جدعان. بقول لك يا زينه قلبي. اي حياتي يا روح قلبي يا عمري. في يا بنت الله ما تتكلم جد يا جدع انت، وانجز في الكلام. هنختار البيت الجديد في انهي منطقه؟ انا نفسي اسكن في حته تكون ما بين الزمالك وجاردن سيتي. امبابه يعني؟ امبابه؟ ايه يا جدعان؟ هو احنا نطلع من حاره نروح على الصين الشعبيه؟ اسمعوا يا جماعه، احنا لازم نسكن في حته جديده لنج ما حدش يعرفنا فيها خالص، حته بقى نعرف نبيع ونشتري فيها من غير ما حد يقول لنا تلت التلاته كام. طب ايه رايك بقى ناخد في الهرم؟ في الهرم؟ ويبقى جنبنا السيد اللواء فلان والسيد المستشار علان. يا جدعان هنروح كلنا في ابو نكله من اول يوم. طب سيبوها عليا انا بقى. طلبة انا عايزه حته يا اخويا اتشرف بيها قصاد البنات صحابي، اوعى توديني في حته مقطوعه. بقول لك يا زينه، انا مش عايزك تجيبي سيره البنات صحابي ده على لسانك تاني. وبعدين يا طلعت هو ده وقت الكلام ده؟ اسمعوا بقى اخر كلام عندي، احنا بكره الصبح ناخد نفسنا بربطه المعلم ونطلع على 6 اكتوبر نلف وندور براحتنا ونختار المكان اللي على مزاجنا. من دلوقتي بقى يا طلبة انا عايزه شقتي تكون 5 اوض وثلاث حمامات وصاله بحري وصاله قبلي. الله 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 الله، الحق يا معلم، دي عايزه ملعب كوره وتقفله شقه. تعرف انا لو منك حبيبي يا شيرو. ايه الاخبار؟ تمام. وحشتيني. ها قولي لي بقى عامله ايه؟ طمنيني عليك، احكي لي كل حاجه. والله لو كنت وحشتك كنت افتكرت اني ليك اخت وسالت عليها. غصب عني والله يا شيرو، معلش. على فكره مامي انا عليك قوي، وكمان انكل فؤاد. طب مامي ومن حقها تقلع عليا، لكن انكل فؤاد ده يقلع عليا ليه؟ يا لؤي يا وحش. حبيبتي يا مامي. حبيب مامي. حبيبتي يا مامي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. كله تمام؟ الحمد لله. يعني يا وحش لو ما كنتش اتصلت بيك ما تجيش تطمن علينا. سوري يا مامي، معلش الفترة اللي فاتت دي انا كنت فعلا مشغول شوية. اوكي اوكي، احنا هنسيب الشقة هنروح كلنا بقى نعيش مع اونكل فؤاد في فيلته. فعلا؟ طب كويس جدا، يعني انا اقدر اجي اعيش في الشقة دي؟ ديفينتلي، ما انا علشان كده اتصلت بيك.
قلت يبقى لك مكان، يعني على الاقل ابقى عارفه انت فين بدل ما انت كده مالكش عنوان. نايس، اوكي يا مامي. طب انتوا هتسيبوا الشقه امتى؟ بكره، يعني محتاجين كده يومين عشان نظبط امورنا، وبعد كده جايز نروح الغردقه. ما تيجي يا واد معانا؟ لا 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 لا، فين انا؟ وانت مش الوقت هتروح معاهم؟ لا ما تشيلش همي، انا هقعد عند طنط شوشو. هتقعد عند طنط شوشو ليه؟ انت مش انكل فؤاد حبيبك برضه؟ لا مش عشان انكل فؤاد، عشان الدراسه. لا وانت دحيحه قوي. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا رعي؟ انا كويس الحمد لله. اخبار الجامعه ايه؟ سيبك انت من موضوع الجامعه وخلينا نتكلم في موضوع بيت بابا. عملت فيها ايه؟ شكلك مهتم يعني. انا ما كنتش مهتم بابويا يعني، مهتم بمين؟ اصلك ما جيتش المكتب عشان تتابع تطورات القضيه. ما جيتش لاني متاكد انك مش تعمل حاجه. قصدك ايه؟ عيب عيب يا لؤي، ما يصحش كده يا ابني. قصدي انت فاهمه كويس يا فؤاد بيه. قصدي ان ابويا غلط غلطه عمره لما وثق فيك وخلاك تدافع عنه. انا مش هرد عليك، لان لو رديت هرد رد قاسي. ما انت هترد ليه وتدافع ليه؟ ما انت خلاص. بطلي عياط يا سوسو هتفضحينا. سوري يا سوسو. ربنا سوري. انا عارف ان انا سبب في كل ده، ما تزعليش مني. سبب بس عادتي منك. انا من نفسي قوي. خلاص بقى يا اختي ما تزعليش نفسك، اهو هندخل للدكتور وهيتصرف. حظي وحش قوي، حاسه ان كل الناس عارفه بتتفرج عليا. ما كل الناس هنا كده، في ايه يا مالي؟ خلاص كلها سوا تبقى زي الفل. جهاد شوقي. اتفضل. قومي يلا يا سوسو. حبيبتي. كويس ان الحمل لسه في اوله، لان كل ما طالت فتره الحمل كل ما تعبت في العمليه اكتر. الحمد لله. طب العمليه دي هتتكلف كام يا دكتور؟ انا ما بتكلمش في الفلوس، حضرتك هتقابل الممرضه بره، هتكتب لك كل المطلوب في ورقه. خلينا نروح. انا شكلي تعبانه، مش هقدر. خلاص يا حبيبتي، خليكي قاعده هنا لغايه ما تبقي كويسه. تمام، وانا هبقى اعدي عليكي اشوف عايزه حاجه كده ولا كده، مش هسيبك يعني. ربنا يخليكي ليا يا زوزو. في اكل هنا؟ شت، مفيش. اه بس احنا ممكن نعمل دليفري. لا يا بابا الكلام ده ما ينفعش، انت تروح تجيب شويه انارب على شويه حمام على فراخ على كريمه لباني على رز على خضار من شكل البيت، لازم تتقوت. يلا. طيب اوكي. عايزين حاجه تاني؟ حلو كده. طيب لا مش هتاخر. يلا استنيني يا اختي. لا يا اختي ايه الشت دي. سلامتك يا بنت. الله يسلمك. لا الشبشب. ريح ريح. العي العبايه ومددي، انت اليومين دول ما تعمليش اي حاجه، انا هاكلك واشربك واطبخلك هعلفك يا بت. ربنا يخليكي ليا يا زوزو. يا حبيبتي ده انت اختي، ما تقوليش كده. تعبتك معايا، انا من غيرك ما كنتش عارفه اعمل ايه. ياكشي يتمر. هقوم ادعبس في المطبخ اشوف حاجه تتاكل ولا تتشرب كده. ايوه ياما، ازيك عامله ايه؟ بقولك ايه ياما، انا حبات اليومين دول في المستشفى زي زمايلي البنات، اصل عندنا شغل كتير قوي، اصل الوزير هيجي يزور المستشفى. صوتي تعبانه شويه من الشغل. بقولك ايه ياما، شكل الدكتور بينادي عليا، هكلمك بعد. فل مش مسلوق بس دوقيه بقى، هتاكلي صوابعك وراه. انا عارفه يا زوزو طول عمرك نفسك حلو في الاكل. طب يلا يا حبيبتي لازم تتغذي، ده انت النزيف كان شديد قوي عليكي، لازم تتقوتي، ده انت زيك زي النفسه. كلي يا حبيبتي كلي كلي عشان تعوضي. اللي راح ما يتعوضش. ما خلاص بقى يا زوزو، خلاص بقى ما تعكنيش علينا بقى. يما انسي كل حاجه بتتنسي، اساليني انا. ربنا يسامح اللي كان السبب. معقول يا سوسو مش قادره تسامحيني؟ انت طلعت قلبك سود قوي،
اللي سامح ربنا. انا مش عارف اسوس اعمل لك ايه عشان ترضي ولا حاجه. طب دوقي بس دوقي. سوسو انا مش هسيبك، انت تفضلي مراتي العمر كله. يعني هتتجوزني رسمي؟ انا مش فاهم ايه الموضوع رسمي معاك ده يا سوسو، ما احنا ماشيين زي الفل اهو. اه فهمت، يعني انت هتقعد معايا لغايه ما تزهق مني وترميني للكلاب. ما اقدرش اعمل كده. عارفه ليه يا سوسو؟ عشان انت روحي وقلبي وعمري وحياتي. ها كملوا. بقولك يا زوزو الاكل برد، قومي سخنيه تاني. لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يروح قلبي. بس اصحى يلا. ايه في ايه؟ اصحى يا حبيبي، عملت لك الفطار وجهزته بر، يلا قوم بقى عشان نفطر سوا. اول مرة يعني تعملي فطار؟ مرة من نفسي، اصلي ما كنتش اعرف انك حنين قوي كده، الا اليومين اللي كنت تعبانة فيهم وراقدة على السرير شفت فيك وش جديد عليا، بجد طلعت بتحبني. يا بت انا بحبك والله العظيم، بحبك وبموت فيكي كمان. طب يعني كل ما اجيب لك سيرة الجواز الرسمي بتحسسني اني جربة؟ مش حالة وما كنتش قمر والكل هيموت عليها. بقولك يا سوسو بطل الصياغة عليا بقى، مش كل مرة تفتحي لي موضوع الجواز الرسمي ده بطريقة شكل. ماشي فكك بقى من الحوارات الفكسانة دي كده اهو. ماشي ماشي يا لؤي. رايحة فين يا بت؟ مالكش دعوة بيا، رايحة في داهية. يعني ايه ماليش دعوة بيك؟ انت ناسي انك مراتي ولا ايه؟ حلوة قوي مراتي دي، ده انا ما اعرفش انت بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ ايه اللي كل مرة ما اعرفش تجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما اعرفش تجيب الفلوس كلها منين؟ انت ناسي ان انا ابن ناس؟ ابن ناس سابقا. بقول لك ايه؟ عليا النعمة لو ما قلتليش رايحة فين؟ لأكون مطلقك دلوقتي. بقول لك ايه يا روح الروح؟ لما تبقى تكتب عليا رسمي تبقى تطلعني يا حبيبي، سلام. بنت يا سوس انت يا بنت. مساء الورد والياسمين والعسل والجمال يا عسل. ساعتها طلعت سما الكسر. تكسفي تكسفي من ايه يا بت؟ ده النهارده ليله، هي الليله وليله الليالي. بصي هتشوفي سواد حدوته. حدوته؟ هتحكي لي حدوته؟ حدوته؟ اه مين قال حدوته؟ ايه بنت انت متجوزه قبل فضيله؟ لا حدوته ليله العمر حاجه تانيه. بس انت بس اخلعي لنا شويه الشغل ده. طب هغيره اجيلك. الله اوعى تيجي وراي. استنى ما كلهم بيغيروا مع بعض في الاول، في اول يوم هغيره اجيلك. يا طالع بتغيري ايه؟ بتكسر بيت. جوزتها سويتها طعم فيه ايه يا طلعت؟ لا بس انا فايق. ولا النهارده انت مستنيها بقالك 30 سنه. روح ليه؟ لا مفيش حاجه. رايح ساعته هي
ورايح صعب حد بهديه. وش دوني والحد اخيره بس يا ركبي بس هي اللي ما كانتش مساعداني. طب حضرتك ولدك؟ لا زينه انا طلعت يا زينه انا ليا اسمي. عيب عليكي هتموتي يا زينه النهارده هتشوفي وجسمك وهو بيتطير في الاوضه دي يا زينه. هتنجز ولا نام؟ تنامي؟ اه ما انت برضه ليكي حق. بص يا ماما نوم تاني مفيش. الليله دي صباحي الليله ليلتي يا ماما هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه. انجز ويلا يلا ماشي بس انت قومي بس اضربي لي كده شفشه قهوه عشان حاسس انها لفه معايا. يلا بقى قومي نشوف اخرتها معاك. هاتي فوطة معاكي وانت جاية عشان لو أمي يا زفت واد يا طالع. أمي يخرب بيت سنينك زهقت منك. أمي زمان أهلك وأخويا جايين ناقصين. اللي جابك هنا يا زين؟ اللي جابني هنا؟ جابني حظي الاسود عليا وعلى سنيني السودا، جاتك ليلة يوم ما عرفتك. ولا هيجيب اهلي هنا دلوقتي؟ قال هيجيبوا فطار العرايس. لا 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 مش طلبوها يا زين. كلميهم قولي لهم فاضلهم فاضلهم قولي لهم ما يجوش. اهم جم اصحى بقى والبس، اصحى بقى يا طلعت.
طب اخرجي افتحها له. انا العروسة بخرج في الاخر. يا ستي انت هتعملي لي فيها بنعمل مسرحية وانت البطلة الاول والاخر؟ قومي افتحها لهم وانا هجهز واجيلي. فوق وحصلني بلا سودة عليك. ايه ده؟ ده اللي كان فرح امبارح بس كان لحد فين؟ اللهم صل على النبي. ألف مبروك يا عرايس. الله يبارك فيكي، تعبتي نفسك ليه بس يا خالتي؟ تعبك راحة يا دنايا، يا اختي بنت زي القمر يا اخواتي زي القمر. منورة يا خالتي. ايه ده يا ولاد؟ بدر منور يا زينة، اسمع على مسمى يا بنت مبروك. الله يخليك يا عمي منور. الله يخليك. صباح الفل يا احلى زينه في الدنيا. صباح مبروك يا حبيبتي، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا طارق. مالك يا بنتي في ايه؟ لا انا كويسه. مالي يا حاسك مش مظبوطه كده، في حاجه؟ خلاص يا طارق يلا بقى. طيب تعالى. بسم الله ما شاء الله، شفت القصر بتاع ابني كله من خير. اسكتي يا وليه يا محسن من الاصحاب. الله اكبر في عينيك يا اخويا وفي عينيا. امال عريسك فين يا ست زينه؟ بيفوق وجاي. منوره يا خالتي. ربنا يخليكي يا اختي. ولعت عايز ولا احنا طلعت. مبروك يا عريس. حبيبي يا ابني. ازيك يا عمر؟ ازيك يا عينيا؟ مبروك يا حبيبي. قمر قمر والله يا اخواتي. قمر؟ انت يا حبيبي اللي قمر، مش انت العريس؟ انا قمر. ايه الاخبار يا طلعه؟ طمني يا ابني. ولعت مصمم تولع فينا برضه. ازيك يا ابو نسرس؟ صباح الفل يا طلعتي. مالك يا حبيبي؟ تعال تعالى عشان عايزك في موضوع كده انا وانت لوحدنا. يا عم طب بلاش تخطفني كده. تعالي يا خالتي تعالي. اسمع يا طلعت، انا في كلمتين كنت عايز اقولهم لك امبارح، المفروض كنت اقولهم لك امبارح وما عرفتش، لازم اقولهم لك دلوقتي. ارغي البت تحطها في عينيك تصونها، عارف لو حاجه لمستها ولا حاجه ضايقتها ولا حاجه جات لها كده او كده هقطع رقبتك. تمام. قديم قديم قوي، افلام ابيض واسود. ايه يا عم جاي لابس ابيض واسود وبتقول كلام ابيض واسود؟ ايه مالك يا عم؟ انت مش انا برضه اخو العروسه والمفروض نقول الكلمتين دول؟ يا ابني ده اصول لازم تفهم، انت حمار. تبرخي. خلاص تركز مع البيت. المهم دلوقتي ها عايزين نركز في الشغل. الو ايه يا عمان، انت اتاخرت كده ليه؟ الدنيا مش امان. عموما كلامك مع الباشا. اسكت. ايه ما عملتش حاجه فيه؟ قلت لك اسكت. الله يا جماعه في ايه اللي انتوا يا باشا افتح الصندوق ده يالا. يا باشا الصندوق ما فيهوش اي حاجه. قلت لك افتح الصندوق يالا، معاك مفتاح تفتحه ولا بنكسره بقرفته وبعد كده نكسر دماغك؟ معايا يا باشا المفتاح، بس انت معاك اذن من النيابه؟ قلت لك اخلص يالا. اتفضل يا باشا افتح اهو. يا باشا مفيش حاجة قلت لك والله. اسكت. الله 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 الله، ده الواحد ما كانش يعرف ان الجواز حلو كده. يا عسل العسل. اديك عرفت يا اخوي، وخليك عارف برضو ان لو عينك ضغط كده ولا كده هغزقها لك يا طارق. عليك يا زينة، ده هي لسه صغير عليك يا عم. مش قلت لك تقفل البتاع ده؟ استني بس يا زينة، ده شكله رقم مهم كله صفار. ده وقته. استني بس اشوف نوره. الو يا باشا، عزام عليك. طلعت مع حضرتك يا باشا. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا، معاليك هكون عند معاليك فورا. يلا سلام. في ايه اللي حصل؟ في ايه يا طلعت؟ ما ترد. الحق يا باشا طلبة اتمسك، ومعاليك مش هتعرف تعمل له اي حاجة
اصل انا اخته عامله لي عوق في البيت، اصل اخته مراتي، والمصيبه ان احنا لسه متجوزين قريب، ده يعتبر اول يوم لينا في الجواز. على العموم مش هيقدر يطلع قبل ما تعرض على النيابه، ساعتها بقى نقوم له محامي ونشوف له اي ثغره قانونيه كده يطلعه بيها، بس ده مش هيحصل قبل شهر ونص شهرين. شهر ونص شهرين؟ ده كانت اخته تعمل لي مناحه في البيت. بقول لك يا طلعت، ما تسيبك من طلبه بقى وتخليك انت الراجل بتاعي في منطقتك، انا هديك البضاعه واما تبيعها يبقى ابعت لي فلوس. ها قلت ايه؟ طب لما طلبه يخرج من السجن انت عايز تشتغل ولا لا؟ عايز اشتغل، ده انا نفسي اشتغل، نفسي ابقى امبراطور كبير، بس تحت ايدك طبعا يا باشا. خلاص انا هخليهم يجهزوا لك البضاعه. طلعت يا باشا ركز معايا شويه، انا مش عايزك تشتغل في منطقتك وبس، لا انا اهم حاجه عندي شباب الجامعه، عايز الكل يضرب اللي معاه واللي ما معاهوش، عايزهم يتلقوا على الاخر، مش عايزهم يتكلموا في السياسه. العب على دماغك يا باشا، دماغك سم طبعا، وانت باشا ازاي الا ما مخ وعضلات هتعرف تنفذ الكلام ده. نروح نروح يا حبيبي، انا نازل رايح الجامعه. وهتسيبني لوحدي؟ يعني اعمل ايه؟ مش فاهم. يعني عندك محاضرات مهمه؟ مش محاضرات مهمه، بس زهقت ونازل اقعد مع اصحابي شويه. طب خدني معاك يا لولو، ما تسيبنيش لوحدي، هقعد هنا بين اربع حيطان. اخدك معايا فين؟ بقول لك داخل الجامعه، داخل الجامعه من جوه. طب وماله؟ وماله ازاي؟ طب لو سالوك على الباب هتقول لهم ايه؟ سياحه وفنادق؟ مالكش دعوه انت، انا هتصرف بطريقتي. ما تكلمي لؤي، خليه يجي. مش هيجي يا ستي. حاولي. حاولت مره واثنين وعشرة وفشلت. هو مش معقول نسيب الولد يضيع بالشكل ده ونقول ان احنا عملنا اللي علينا؟ ده ابني وانت مراتي والولد محتاج لجو اسري، ولا نسيبه يبوظ ويضيع؟ اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ نتصرف، نفكر في اي طريقه نخليه يجي بيها في وسطنا، لما بقى بيني وبينك نحاول نصلحه، لما نسيبه ونهمله بالشكل ده لا والف لا. بعدين انا راجل تربوي ولا يمكن اسمح بحاجه زي دي تحصل. ماشي ماشي، بس هنجيبه ازاي؟ قولي له انك تعبانه ونفسك تشوفيه، ولما يجي هتدي له مصروف كبير قوي. ماشي هقول له كده، سعلا الله يرد. انت ما بردش عليا خالص، ما بيردش. حاولي. يا الله. لؤي حبيب قلب ماما، حبيبي، انا مبسوطه قوي انك رديت عليا. انت كويس يا لؤي؟ ايوه يا ماما. خلاص يا حبيبتي ماشي. خلاص يا ماما. حاضر يا ماما. يا ماما انا في المحاضره يا ماما، والدكتور بيشرح، اعمل ايه انا؟ اقفلي وابقى اكلمك تاني. سلام. لا بجد انت معانا هنا في الجامعه؟ ايوه يا اختي معاكم في الجامعه. وفيها ايه دي؟ اصلي مش بشوفك في الكليه كتير. لا اصلها مش في كليه التجاره، في كليه تانية. امال كليتي؟ اقتصاد وعلوم سياسيه. اقتصاد الله يخرب بيتك. فكرتيني بخدمه اجتماعيه. اتريق اتريق، بكره لما ابقى سفيره في كاس الامم المتحده. الله يخرب بيتك، كاس الامم المتحده ايه؟ هتفضحينا. يعني ايه كاس الامم المتحده؟ يوه انت هتقفلي على الواحده ولا ايه؟ انا زهقت. طب يلا يلا بينا، يلا عشان تحضري المحاضره بتاعتك. احنا اسفين يا رانيا، معلش. ايه؟ ما انت جات لك فلوس كتير اهو. عشان بقاش ليكي حجه بقى. اقول لك ما تروحيش الكباري تاني، انت بتسمعي الكلام. وانا اروح ليه طالما في فلوس؟ بس انا بزهق من قعده البيت. خلاص يا حبيبتي تعالي نخرج، تعالي نروح ديسكو، نروح كباري. لا بلاش موضوع الكباري ده، نروح بابا. يا اخويا الليل مقدور عليه، انا بزهق من النهار، النهار اللي انا ما اعرفوش، لما بتسيبني وتروح الجامعه. طب عايزين اعمل لك ايه يعني؟ خدني معاك. اخدك معايا فين؟ في الجامعه. تاني؟ مش كفايه كنت تفضحينا المره اللي فاتت؟ ليه يا اخويا؟ جربه ولا جربه؟ ده انت تتشرف بيا في ايها مطرح. خلاص يا ستي هاخدك معايا.
بس بلاش موضوع اكتسادي وعلوم سياسيه اللي انت بتقوليها دي. لو زنت معاكي قوي بقولي اداب. لا اداب لا، نمشيها اداب. يا رب حاسس ان دماغي بتاكلني. لؤي قولي يا حبيبتي. حبيبي متوافق على موضوع الغنى ده تاني يا سوسو؟ اهي سبوبه ومصلحه الواحد يقلب فيها عيشه. احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقفلناه، وانا ما عنديش استعداد افتحه تاني، فاهمه؟ انت ليه كبت معنوياتي ومحطم طموحاتي كده؟ يعني هما اللي بيغنوا احلم مني؟ بقول لك يا بت، تخنيش اقول كلمه قبيحه بقى. ما تقولي يا اخويا وانا هتكسف. ما تعيشليش في الدور وتعملي لي فيها ام كلثوم. وبعدين انا سامع صوتك وانت بتغني في الحمام بذمتك انت. ده الصوت، ده الصوت سمي كيزا. امي امي. الو. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويس. لا بس مش فاضي دلوقتي. طب خلاص خلص شويه حاجات واجيلك. المقاطيع ده كنتوا بتقولوا ايه قبل ما ادخل عليكم؟ ما كناش بنقول حاجه. لا كنتوا بتقولوا. ايوه يا ست كنا بنقول، بس كلام مالكيش فيه خلاص. لا ليا فيه يا عينيا، طالما تعرف عني كل حاجه يبقى ليا فيه. بقولك يا سوسو، انا دماغي فيها اللي مكفيها، انزلي بقى من على ودني. شكلكوا كده بتتكلموا في فلوس، عاملين تدبروا وتخططوا، عاملين زي العصابات بتوع بره. لؤي انتوا بتسرقوا؟ بنسرق ايه يا بت؟ الله يخرب بيتك اسكتي. اقطع دراعي ده انكم بتسرقوا. بنسرق ايه؟ هتحبسينا شكلك. يا حبيبي ده انا مراتك، يعني ستر وغطى عليك. لو بتسرقوا قولي، اهو تدخلني معاك في مصلحه كويسه، هطلع لي قرشين حلوين. مصلحه ايه بس؟ مصلحه ايه بس؟ كده؟ طب نزلني هنا. انزلك فين يا بنت المجنون انت؟ بقول لك نزلني هنا، طالما بتخبي عليا يبقى ما ينفعش نعيش مع بعض يا عينيا. خلاص يا سوس اسكتي، اسكتي. ايوه يا ستي. بنسرق. ارتحتي بقى دلوقتي؟ انا رخرة كنت بقول كده، امال ايه مش بنسرق دي؟ هو احنا مش بنسرق بمعنى ليه؟ لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا لؤي، اصحى يا حبيبي، التليفون بيرن. شو بيرن؟ اصحى يا لولو بدل ما ارد انا. اصحى هرد على التليفون. اصحى يا حبيبي ده تليفون البيت. الو. يا مامي. يا حبيبتي. لا كنت نايم شويه. حاضر ماشي هاجي. خلاص يا مامي هاجي، هقوم الم شويه هدوم كده واجيلك. خلاص يا مامي جاي. باي. سلام. ايه العسل ده؟ ايه القمر ده؟ سكر يا اخواتي عسل. لؤي اللي باي باي يا مامي. ايوه يا مامي جاي يا مامي حالا. انت رايح فين؟ اروح اقعد كام يوم كده عند مامي شويه. يا خيبتي على الراجل اللي مركون عليه. مالك يا بت فيه؟ يا لهوي. الله انت ناوي تسيبني؟ اتركنتي ما تعدلتي يا بعيده، مالك فيكي؟ اهدي شويه. انت حاسبني يا لؤي بعد ما تبت عن السكه الحرام خلاص؟ يا بنتي ما تخافيش مش هتاخر عليكي، كلها يومين اظبط فيهم شويه قرشينات. ولا عجبك الكحراطه اللي احنا فيها دي؟ طب يا اخوي اما اشوف اخره اليومين دول ايه. يا جدعان فتح لهم خوخه في البقين دول كويس قوي. احنا متراقبين. متراقبين. البيك بص هو اللي قال. البيك بص ده ايه؟ ما بيهزرش، ده اخبار البلد كلها في عينه. انا رايي اننا نكمر فلوسنا بعيد عن مطارحنا شويه. وانا برضو قلت اظبط الحشيش بعيد عن البيت بحيث لو حصل اي عوام والدنيا تهدى ونطلع نضرب ضربتنا. ويبقى هو ده ماتش الاعتزال.
تعال ودي يا تعال. قوم يا حبيبي قوم قوم. يا زينة بقى يا زينة، وانا من ساعة ما اتجوزتك كنت بتصحيني بس. عايزة ايه؟ انت اللي نايم. ايه ده؟ ايه صوت الدب ده؟ انت بتقولي كفتة في المطبخ ولا ايه؟ ده صوت العمال اللي شغالين في العمارة بيركبوا الغاز الطبيعي. في العمارة؟ غاز طبيعي؟ يا ليلة الاصطناعي يا طلعت. هاري سويت. في ايه؟ ايه اللي حاصل؟ في مصيبة، في خراب بيتنا، في هنتدمر. يا لهوي هاري سويت عليا. اعمل ايه؟ اظبط لها بس. ما تقولي في ايه يا طالع؟ طالع طلعت. مالك؟ مصيبة يا زينة، مصيبة. في ايه؟ ما تنطق. الحشيش اتسرق. يخرب بيت سنينك، انت راجل ما بيعيشلكش حشيش؟ كل ما تاخد بضاعة تضيعها؟ كاتك خيبة. بقولك يا زينة، وحياة امك العملية مش ناقصة تأنيب، وبعدين مش كل شوية تقطبيني. مش عايز اسمع صوتك طول ما انا قاعد في البيت، فاهمة ولا لا؟ خوفتني. وهتعمل ايه يا سابع؟ هشوف كده، احاول اتصرف في اي حاجه، اجيب اي فلوس، احاول ادفع فلوس المصيبه دي. سيبيني بس دلوقتي، انا هحاول اتصرف. رايح فين؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ادخل جوه غير. اه صحيح.